ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي حقق فوز عريض على فريق الداخلية بنتيجة 4-1 في المباراة اللي اتلعبت على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز. سجل أهداف النادي الأهلي محمد شريف وحمدي فتحي، وكريم فؤاد سجل هدفين. هدف الطلائع سجله اللاعب ألفريد. وفريق انبي تعادل امبارح مع الزمالك بنتيجة 1-1، وده في اللقاء اللي اتلعب على استاد المقاولين العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. سجل احمد سيد زيزو هدف الزمالك من ضربة الجزاء في الدقيقة 45، وسجل كالوشا هدف التعادل لانبي في الدقيقة 84 بعد رأسية رائعة. وحقق فريق نجليك بطل النيجر الفوز على بيراميدز بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في النيجر ضمن مواجهات الدور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وفريق فيوتشر اتعادل مع فريق أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 1-1، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح في أنجولا ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. سجل هدف فيوتشر أيمن الصفاقسي في الدقيقة 11 من المباراة قبل ما يتعادل أول أغسطس في الدقيقة 90. منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 حقق الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 2-0، وده في المباراة الودية اللي اتلعبت بين المنتخبين ضمن معسكر منتخبنا اللي بيستعد من خلاله لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. سجل أهداف منتخبنا الوطني علي نوفل في الدقيقة 10 وعمر سيد معوض في الدقيقة 14 من وقت المباراة. ريال مدريد الإسباني خلص مشواره في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على أفضل وجه، وفاز على ضيفه فريق سيلتا الاسكتلندي بنتيجة 5-1 في الجولة السادسة والأخيرة. فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حقق الفوز على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. كمان مانشستر سيتي الإنجليزي فاز على فريق إشبيلية الأسباني بنتيجة 3-1 في المباراة اللي الفريقين لعبوها امبارح وجمعتهم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة 7 من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. فريق تشيلسي كمان فاز على فريق دينامو زغرب بنتيجة 2-1 خلال المباراة اللي اتلعبت بينهم وأقيمت بينهم على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. كمان ميلان الإيطالي فاز على فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 4-0 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الختامية للمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
اكتسح لايبزيغ الألماني فريق شختار برباعية في المباراة اللي لعبوها الفرقتين على ملعب الجيش البولندي ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وخلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دميا.